شبكة ازاز وما كنتش بحبه. راحت فين عشرة 17 سنة بين علا غانم وجوزها؟ البنات اغمى عليها في الزحمة والفرهدة. ايه اللي حصل بالظبط في الحرم الجامعي؟ وفرد امن جاب بلدياته وقرروا يسرقوا مين؟ محمد صلاح. بس اللي حصل بعد كده مفاجأة. كالعادة انا كريم شريف ودي حلقة قوية جدا من ما ينفعش يفوتك. راجل عادي وقابلته صدفة في أمريكا فتجوزته. بالجملة دي بدأت علا غانم فصل جديد في أزمتها مع زوجها بعد 17 سنة جواز وعشرة بين اتنين. لكن تصريحاتها ما وقفتش لحد هنا. علا غانم قالت إنها ما حبتهوش وإنه أكبر منها بحوالي 16 سنة. قالت كمان إنها من أول لحظة وهي اتحطت تحت خداع وكذبة كبيرة. ابتدت بشبكتي الفالسو وبعد شهر ونص أو شهرين اكتشفت إنها أزاز. وقال لي الظاهر إن الجواهرجي سرقني. كلها حاجات ما تتصدقش بس كنت عايز أستمر. زوج الفنانة علا غانم خرج عن صمته ورد على تصريحاتها دي وقال انه ما خدعش زوجته ابدا وانه ده حياته ووقته لمده 17 سنه. قال كمان انه قدم ليها شبكه ب 170 الف دولار سنه 2005 وكان المقابل انها خدعته لمده 17 سنه. رجل الاعمال عزيز حسن بيقول ان مراته علا غانم هي اللي خدعته واوهمته انها بتحبه، ولكن الحقيقه انها ما حبتهوش. وجه ليها رساله وقال انا علمت ولاد علا غانم في امريكا واديتهم الجنسيه وخليت ليها شغل وعمل خاص بيها. دي اقل حاجه قدمتها لعلا اللي حياتها اتغيرت من بعد ما عرفتني واتجوزتها. كل اللي عدى بالصدفة من قدام جامعة عين شمس ده لو عرف يعني يعدي وقتها كان بيسأل سؤال واحد، ايه اللي بيحصل جوه الجامعة؟ وده بسبب الزحمة الرهيبة اللي كانت موجودة قدام باب كلية التجارة وجوه الحرم الجامعي. تفتكروا الزحمة دي كلها كانت سببها ايه؟ ايوه بالظبط، كان سببها حفل الفنان احمد سعد والمطرب محمد شاهين والمذيع خالد عليش، وكان الحضور مجانا لكل الطلبة. لكن في المقابل تنظيم الحفل ما كانش افضل حاجة، وشاهد حالة من الهرج والتدافع بين الطلبة نتج عنها حالات اغماء خاصة بين الطالبات في مشهد انتقده الكثير من رواد السوشيال ميديا. في النهاية الحفلة تمت على خير والأمور تم السيطرة عليها، وأحمد سعد كالعادة أبهر جمهوره بأغاني اللي كلنا حافظينها. من غير تخطيط وبكل سذاجة قرر فرد أمن إنه يجيب واحد بلدياته من إسماعيلية عشان يسرقوا فيلا مهجورة في القاهرة الجديدة ما فيهاش حد في نفس الكومباوند اللي كان فرد الأمن بيحرسه. كان لسان حلو أكيد محدش هياخد باله لما تتسرق، دي فيلا متسابة وأصحابها ناسيينها. لكن لسوء حظهم الفيلا دي كانت بتاعت واحد من أشهر الشخصيات في العالم حاليا، الفيلا طلعت بتاعت محمد صلاح. الشرطة نجحت في القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، وده بعد ساعات قليلة من اكتشاف الواقعة. واحد من المتهمين اعترف بكل حاجة وقال إنهم نطوا من فوق سور الفيلا عشان يدخلوها وبعدها يسرقوا احذيه رياضيه وميداليه فضيه وقطعه من الكريستال واجهزه ريسيفر. قال مثل بيقول اسرق جمل بس ما قالش اسرق فيلا محمد صلاح. وجي دلوقتي معادنا مع فقره بيقول لك. بيقول لك الفنان اللبناني وائل كفوري بيدعم البلوجر ساره بعد اصابتها بالعمى، بيطلب منها انها تفضل قويه وعندها ايمان كبير بربنا، وقال لها انت قمر وهتفضلي قمر. وبيقول لك محمد سعد بيرد على اتهامه بالتدخل في عمل اخراج الحاج اكسلنس وبيأكد كله بيتدخل بس كل واحد بيكون ليه طريقته، الارتجال مهم جدا والخواجه بيعمله بس بيسميه عصف ذهني. الفنان حكيم بيحكي كواليس طريفه خلال تصويره اغنيه السلام عليكم، وبيقول انها اتعملت بسبب نبطشي افراح في الشارع كان بيفضل يقول السلام عليكم السلام عليكم، وكانت الحانها معموله لمطرب مسجون ولما خرج من السجن رضيناه. حلقتنا كده خلصت، استنونا في حلقة جديدة مليانة أخبار وكل ترند ما ينفعش يفوتك.